مساء الخير على كل متابعي جريدة الوطن. متابعين معاكم في حالة مشردة ساري متابعين في حالة سالي المشردة اللي هنا في الشارع. سالي عندها صدمة عصبية، حاولت وزارة التضامن امبارح تجيبها هنا من الشارع وتلمها في أحدى دار الإيواء. معانا محمد. محمد قول لي بقى ايه اللي حصل من امبارح النهارده؟ ان في ناس جولة من وزارة التضامن الاجتماعي كان عايزين ياخدوها، تعالى كده يا محمد. بس ما عرفوش ياخدوها بسبب اللي هي اتعصبت عليهم وشتمت زي ما احنا شفنا كده حالتها من شويه من دلوقتي. بتشتم وبت هي عندها حالة انهيار دلوقتي، بس هي فعلا طلعت من اسكندريه زي ما هي قالت. ناس كلموني وقالوا لي ان هي فعلا من العصافره من اسكندريه، بس ما يعرفوش اهلها. الناس اللي اتكلموا قالوا ده بتاع السوبر ماركت، يعني ساعه السوبر ماركت قال لك بتشتري من عندي حاجات ومش عارف ايه والكلام ده. طلعت فعلا من اسكندريه، بس لحد دلوقتي ما نعرفش مين اهلها ولا نعرف اي حاجه. احكي لي ايه اللي حصل كده، انت شفت ايه من بدايه ظهور سالي هنا في الشارع؟ هي ظهرت زي ما انت حضرتك شايف كده، قاعده ما بتعملش حاجه، بتنام مكانها، بتاكل وتشرب مكانها، وقاعده مكانها ما بتتحركش، ما بتروحش في حته، بتروح وتيجي، بتروح قاعده في نفس المكان، ما بتروحش في اي حته. طبيعيه، ساعات بتتصورك بقى وتقعد تشتم، بس ده ظهر من فتره قريبه يعني. ولما هي قالت انا من اسكندريه، فعلا هي طلعت فعلا حي من اسكندريه. هي حست ان احنا جنبها فهي بتلم حاجاتها، او مش عارف، هي برضه مغلوبة على عمرها. هتعمل زي امبارح، مسافة مع برضه اتصورنا امبارح، مشيت وراحت راجعة تاني على طول. مسافة يعني هي مغلوبة على عمرها بسبب الصدمات اللي خدتها. هي عندها انهيار عصبي تقريبا، خايفة أي حد يقرب منها، أي حد بيقرب أو بيحاول يتواصل معاها هي على طول بتنهار و بت يعني ايه بت يعني بتقوم عليه بقى زي ما شفنا كده امبارح. وزارة التضامن على طول استجابت لحالة سالي وجات. ومحمد شاهد على كده هنا على حالتها من البداية لحد دلوقتي. اللي حصل امبارح فريق من وزارة التضامن جه هنا، صح؟ جه هنا فعلا وحاول يتعامل معاها، حاول ياخدوها، وقعدوا يتحايلوا عليها كتير وما رفض. هي شتمتهم ورمت عليهم طوب، ضربتهم بالطوب فعلا، حذفتهم بالطوب فعلا. هو احنا برضو عندنا تفاصيل جديده في حاله سالي. في تواصل معانا فريق بسمه تابع لوزاره التضامن. دكتوره قالت انها هتاخد حاله بسمه النهارده، هتوصل لها ان شاء الله، وهتحاول تتعامل مع بسمه وتخليها في دار ايواء. كمان احنا بنحاول كده نقرب لكم بسمه وحالتها دلوقتي هنا في الشارع. سالي مع انا اسف الفيديو يا ترى.